لحد تبع الميت حجر تصميم اسلامي يعني احنا الان بمنطقه طابان شرقي هذا تل طابان هاي بحيره الباسل بعد ما انغمرت المنطقه هذه ورجع مي السد طلعت المقبره هذه مقبره قديمه الختايره اللي عندنا مو واعين هالمنطقه هاي انه فيها مقبره كانت ارض عاديه ارض زراعيه بعد ما صار مد وجزر ونزل عنها المي طلعت قبور فيها عظام آثار قديمة يعني لأي عصر ترجع ما نعرف التل اللي اشتغلت به سابقا البعثة اليابانية التل قديم جدا عمر التل 2400 سنة قبل ميلاد سيدنا المسيح قبل الميلاد بس يوم كانت البعثة الأثرية ما كان موجود هالآثار هذول يعني القبور هذول بعد ما غمرها المي طلعت هذول تمتد هالمقبرة هاي تقريبا مسافة 1 كيلومتر على هالشط بهالاتجاه هذا مجرى الخابور سابقا كان يبعد من هين شي 600 متر